يمينة. ما بين كثير. عادت الكرة مرة أخرى في الجهة اليمنى. حاتم الحمحمي تمريرة في منطقة الجزاء، تسديدة، الله، هو البديل، هو جعفر، جول لنادي عمان. عمان بالهدف الأول. جعفر البلوشي، أي تبديل يا غارسيا، أي تبديل يا غارسيا. نعم جعفر يدخل في أرضية الملعب، البديل جعفر يسجل الهدف الأول بالنسبة لصالح فريق نادي عمان. عمان يتقدم، نادي عمان بالهدف الأول. لاحظ التمريرة حلوة كانت من حاتم والتسديدة، لكن لم يكن موفق في التصدي للكرة الماضية. الحارس عامر السبلي استلمها من هنا، توغل فيها واحدة بيمينه، ما تصدها يا عامر السبلي في شباك الحارس عامر السبلي. إذا عمان تقدم، عمان بالهدف الأول، الأمور تزداد سوءا بالنسبة. لكن الرقابة كانت حاضرة في اللقطة الماضية. وتعود الكرة مرة أخرى، المنظر العلوي، المنظر يتقدم بهذه الطريقة، المنظر لعب الكرة إلى جعفر، جعفر، الله، جول ثاني لعمان، جول ثاني لعمان، يسجل جعفر البلوشي اللاعب البديل، يسجل الهدف الثاني بعد مجهود يعني رائع قدم اللاعب منذر العلوي، وتمريرة كانت فقدام اللاعب جعفر البلوشي. عمان تقدم بهدفين مقابل لا شيء. عمان بالهدف الثاني، نعم عمان بالهدف الثاني. جعفر البلوشي، افرح يا اسباني افرح، افرح يا اسباني افرح، افرح يا اندلس افرح. فريقك بات قريبا من التأهل الى دور المربع النهائي. لاحظ هنا الكرة المنظر العلوي اللي عمل تقريبا نص اللعبة في الكرة الماضية، والنص الاخر اكملها اللاعب جعفر البلوشي في شباك الحارس عامر الشبلي. عامر الشبلي لم يتصدى لهذه اللقطة، عامر الشبلي واهتزت شباكه للمرة الثانية. عمان يتقدم.